نبدأ بقى مع حضراتكم أخبارنا للنهاردة. البابا طوادرس لمسؤولي الحكومة: زيارتكم تظهر للعالم طبيعة اندماج المصريين. رحب البابا طوادرس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بزيارة رئيس الوزراء الدكتور حازم البلاوي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وعدد من الوزراء والشخصيات السياسية للكاتدرائية للتهنئة بأعياد الميلاد. البابا قال إنه في مناسبات الأعياد بيفرح بحضور مصر، خاصة بعد استقباله للرئيس عدلي منصور ولفضيلة الشيخ شيخ الأزهر اللي قدموا بادرة محبة وتهنئة لجموع المصريين الأقباط، واعتبر أن زيارة الوزراء والمسؤولين بتدي صورة واضحة لطبيعة اندماج المصريين.